اعتبرناها في وزارة الوكالة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات متنوعة، خدمات أساسية لمغاربة العالم فيما يخص التعامل مع عقاراتهم في وطنهم الحبيب. كما كتعرفوا جميع، السنة الماضية انطلق برنامج محافظتي اللي هو واحد الخدمة، واحد المنتوج متكامل واللي عن بعد بطريقة إلكترونية، أن مغاربة العالم ولاو كيتابعوا كل عقاراتهم أينما كانت في المملكة المغربية بلا ما يحتاجوا أنهم يتنقلوا نحو مكان العقار. كذلك كتسمح لهم أنهم يتوصلوا بشهادة الملكية بلا ما يتنقلوا إلى المكان، أي إلى وكالة المحافظة العقارية في عين المكان، بالإضافة إلى أنهم يمكن يقوموا بعمليات كتم التحفيظ باحترام كل المساطر عن بعيد لما يتنقلوا. إذا محافظتي خلقت واحد الصورة هادئة في تعامل مغاربة العالم مع العقارات ديالهم ومع وكالة المحافظة العقارية. طبعا الحال شي شجعنا جميع كوكالة كوزارة باش نستمروا باش نجودوا هاد الخدمات أكثر وباش كذلك نقدموا خدمات أخرى. وهنا بغيت نشيد بالدور المركزي الاستراتيجي اللي قامت به وكالة المحافظة العقارية واللي عن طريق أطر مغربية وكفاءات مغربية طورت مجموعة من المنتوجات اللي الآن تشكل نموذج على المستوى العالمي مش فقط على المستوى المغربي في التعاطي مع العقار. كما كتعرفوا كانت هذه المشاكل مطروحة، نتمنى غادي نشتغلوا جميع أن في المستقبل القريب ما يبقاش يطرح إشكالات حول العقار، وبالتالي المغاربة غادي تحسن امتلاكاتهم ويبقاو يتبعوهم ويبقاو يطوروهم ما دام أن الوكالة غتطور الخدمات لخدمات أساسية بشكل إدارة إلكترونية متنقلة واللي غتخليهم يبقاو يعيشوا في بلدان الاستقبال وهم مرتاحين. اليوم توقيع على التجديد كيدخل في إطار التنزيل العملي لاهتمامات جلالة الملك حفظه الله اللي كيعطي واحد الأهمية استثنائية لمغاربة العالم، وتنزيل كذلك البرنامج الحكومي فيما يخص التعاطي مع مغاربة العالم. وكذلك بمناسبة استقبالهم نأكد لهم جديد أن كل القطاعات، كل المؤسسات العمومية، كل القطاعات الحكومية هي كتشتغل في أفق توفير كل الآليات اللي كتخلي مغاربة العالم أنهم يحسوا بأنهم جزء أساسي من المشروع الكبير اللي كتقود الإرادة الملكية باش المغرب يحتل مكانة الصدارة ضمن الدول الكبار. ما يمكنش تكون عندك مكانة الصدارة إلا ما كانش تجويد الخدمات الإدارية، وتجويد الخدمات الإدارية ما خصوش يبقى فقط شأن وطني، خصو يوصل لخمسة دول المغاربة اللي كيعيشوا في الخارج. كما كتعرفوا كيعيشوا في 100 دولة وأساسا في أوروبا، وهما كيشكلوا 13 من مساكنة المغرب، وهما جلهم شباب مادام أن سنهم كيتجاوز 45 سنة متوسط السن، وفيهم 48% من النساء. فإذا شريحة أساسية مهمة للمستقبل والتحديات المستقبلية. شكرا.